اهلا بيكم. النهارده هندرس الايرن جروب، والايرن جروب فيها 3 اليمنت اكيد اكثرهم اهميه هو الايرن، لكن مع الايرن كمان في الروثينيوم وفي الاوزميوم. دول 3 اليمنت واهم 3 اليمنت موجودين مع بعض في الايرن جروب. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعت الايرن جروب في الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز بتاعتهم، تعالوا الاول نشوف الالكترونيك كونفيجريشن، لانه الحقيقه بناء على الالكترونيك كونفيجريشن كل الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز بتترتب وبتبقى واضحه بالنسبه لي. لو شفنا كده الالكترونيك كونفيجريشن للايرن، هنلاقي ان هو عنده طبعا في الارجون، وبعدين 3d6 4s2، ايرثينيوم تاني ايرمن تحت الايرن في نفس الجروب هيبقى الكريبتون 4d6 5s2، وبعدين الاوزميوم هيبقى طبعا الزينون 4f14 5d6 6s2. ده الالكترونيك كونفيجريشن او التوزيع الالكتروني للثلاثه اليمنت اللي موجودين مع بعض في الايرن جروب. لو جينا نشوف الاكسجين ستيت هنلاقي في اختلافات شويه. ازاي يعني؟ مثلا الايرن اول اليمنت في الجروب بيبدا الاكسجين ستيت بتاعته من حاله بلس 2 لغايه بلس 6. بلس 6 هي اقصى اكسجين ستيت ممكن يوصل لها الايرن، في حين ان الروثينيوم اللي هو الاليمنت اللي معاه في نفس الجروب بيبدا من بلس 2 صحيح برضو زي الايرن، لكن بينتهي لغايه بلس 8. ويمكن ده المنطقي والطبيعي، ان احنا زي ما احنا عارفين انه زي اي element في اي جروب قبل كده درسناها، انه اقصى اكسجين ستيت انا بوصل لها بتبقى لما بفقد كل الالكترونز اللي في الاس وفي الدي. فلكن لقينا القاعده دي حصل لها شواذ شويه او اختلال، يعني مش مطبقه في حاله الايرن. الايرن رغم ان عنده 8 element لكن اقصى اكسجين ستيت بتاعته كانت بلس 6. الاوزميوم عنده اكسجين ستيت بتبدا من بلس 1 تنتهي لبلس 8، فاحنا شايفين الى حد ما شويه اختلافات في الاكسيديشن ستيت. طبعا الاهم اكسيديشن ستيت للايرن بيبقى بلس 2 بلس 3، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل، وهنتكلم كمان عن كيميكال رياكشنز للايرن بالتفصيل، لان الايرن هو اكتر اليمنت متوفر في الطبيعه وفي القشره الارضيه، طبعا اكتر بكتير جدا من الروثينيوم والاوزميوم، ولان هو اكثرهم اهميه وتطبيقات في مجالات مختلفه، فبالتالي احنا هنركز في الكلام بتاعنا على الايرن. طيب لو جينا اتكلمنا عن الاكسديشن ستيت زي ما احنا لسه قايلين، هنلاقي انه في الايرن خد حاجه غير متوقعه شويه في الاكسديشن ستيت، لانه اقصى حاجه وصل لها كان بلس 6، مع انه كان متوقع ان يبقى بلس 8 زي بقيه الاليمنت. لكن اللي احنا عايزين نقوله بقى هنا في البريدكت تيبل في الديب لوك بالذات، انه بعد المنجنيز جروب، يعني بعد ما اوصل كده لمنتصف البريدكت تيبل، منتصف الديب لوك اليمنت، بعدها ان الاكسجين ستيت مش شرط ابدا بيبقى اقصى اكسجين ستيت بوصل لها انه لازم افقد كل الالكترونات اللي في الاس وفي الدي. يعني زي ما احنا لاحظنا هنا انه مثلا في حاله الحديد رغم انه عنده 8 الكترونز، لكن مع ذلك كانت اقصى اكسجين ستيت وصل لها كان 6 بس، يعني ما كانش فقد كل الالكترونز اللي موجودين عنده في الدي، ودي كانت حاله مختلفه. في حين مثلا لو نفتكر لما اتكلمنا عن المنجنيز، كان المنجنيز ممكن اوصل للماكسيمم اكسجين ستيت بتاعته بلس 7، وساعتها كان فقط كل الالكترونز اللي عنده في الاس وفي الدي. فبالتالي احنا كده خدنا ملاحظه انه بعد المنجنيز جروب بتبدا الجروبس اللي بعد كده كلها، انه مش شرط ابدا اوصل لاقصى اكسجين ستيت اني لازم افقد كل الالكترونز اللي في الاس وفي الدي. اهم اكسجين ستيت زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي للحديد بتبقى بلس 2 بلس 3، دول اكثر او كود معظم المركبات اللي فيها الحديد واكثرهم انتشارا يعني، وتطبيقات كتيره جدا بيبقى دايما فيها الحديد، يا اما عنده اكسجين ستيت بلس 2 بلس 3 زي ما احنا لسه هنشوف بعد كده. ومع ذلك هو عنده طبعا حالات تاكسد كتيره، عنده 4 و5 و6، لكن احنا بنتكلم عن الموست ستيبل اكسجين ستيت للحديد بتبقى هي طبعا اكيد بلس 3. وليه بلس 3؟ لو انا قلت سؤال ليه الموست ستيبل اكسجين ستيت للايرن بتبقى البلس 3، بلس 3 معناها ايه؟ لو نبص كده على التوزيع الالكتروني للحديد عشان اوصل لبلس 3، او نبدا خلينا في اول اكسجين ستيت بلس 2 الاول، بلس 2 معناها ان انا هبدا افقد ال 2 الكترونز اللي موجودين معايا في الاس، تمام؟ ويتبقى لي 6 الكترونز موجودين زي ما هم في الدي. طب بلس 3 بقى هبتدي كمان افقد الكترون زياده من الدي، فساعتها هوصل للالكترونيك كونفجريشن هيبقى دي 5. دي 5 معناها ان انا عندي الدي سب ليفل عنده هاف فيلد، نص ممتلئ، واحنا اتفقنا من الاول انه عشان يبقى الترانزيشن اليمنت ده مور ستيبل لازم في 3 شروط، يا اما او 3 احتمالات، يا اما الدي اوربيتال بتاعه يكون امتي فاضي خالص دي 0، او يكون دي 5 يعني هاف فيلد،
او يكون دي 10 completely filled. ساعتها في الثلاث حالات دول انا بوصل بيكون عندي المور ستيبل او الموست ستيبل ترانزيشن اليمنت او موست ستيبل ستيت للاليمنت. فبالتالي الموست ستيبل في حاله الحديد لما يكون عندي بلس 3 اوكسجين ستيت، لانه فعلا هيكون حقق المطلوب ان يكون عنده الدي 5. بالنسبه لللور اوكسجين ستيت اللي هي مثلا بلس 2، دي بتبقى مهمه قوي برضو، من يعني مركبات كتيره جدا فيها حديد وتبقى الحاله التاكسد بتاعته بلس 2. مش معنى بلس 3 هي المور ستيبل معناه انه مفيش بلس 2، بالعكس ده في مركبات كتيره جدا بيبقى فيها الاوكسجين ستيت للحديد بتبقى بلس 2. لكن لو قلناها كده في صوره سؤال وقلنا مثلا ليه بلس 2 اوكسجين ستيت الايرن از easily oxidized to plus 3، يعني مثلا لو قلنا ال FeCl2 is easily oxidized to FeCl3 او ال FeO is easily oxidized to Fe2O3. يا ريت اللي بيسمعني يكتب الاسئله دي ورايا عشان يبتدي يدور لها على الاجابات، والاجابه احنا هنقولها دلوقتي حالا. لما بنتسال عن سؤال زي كده is easily oxidized، يبقى انا لازم ابص على الحاله اللي هو بيقول لي انها سهله التاكسد دي، واشوف هل هي فعلا مور ستيبل عن الحاله الاساسيه. بمعنى ان لو انا سالت سؤال زي دلوقتي وقلت ليه ان مثلا عندي الاف اي او اللي هو الايرون 2 اوكسايد از ايزلي اوكسايد تو ايرون 3 اوكسايد اللي هو الاف اي 2 او 3، يبقى انا كده بقارن ما بين ايه؟ بقارن ما بين اف اي بلس 2 واف اي بلس 3. ابتدي اشوف التوزيع الالكتروني لكل اليمنت، الايرون في جراوند ستيت، وبعدين الايرون في البلس 2 اللي هو فقط 2 الكترونز في الاس، والايرون بلس 3 اللي فقط 3 الكترونز، الاثنين اللي في الفور اس وكمان واحد من الدي. بعد ما اعمل كده ابتدي اقارن ما بين التوزيع الالكتروني للتلات حالات دول، واشوف هل فعلا ان الاف اي بلس 3 كان محقق شرط الاستابيليتي اللي هو يكون عنده الدي سب ليفل هاف فيلد او امتي او كومبليتلي فيلد. لما اعمل كده فعلا هلاقي ان الحديد في حالة التأكسد بلس 3 كانت دي اوربيتال بتاعه عنده 5 الكترونات فقط، وساعتها معناها ان بقول عليه فعلا هو مور ستيبل، وبالتالي هو اكيد ايزلي اوكسيدايزد. هنتكلم دلوقتي عن الهالايد. عشان اكون ترانزيشن ميتال هالايد من الجروب الايرن، يعني مثلا اكون FeCl2 FeCl3 وهكذا، بيحصل رياكشن ازاي؟ لو انا خدت الايرن Fe كميتال وبعدين بدأت ان انا ادوبه في هالوجين، يعني مثلا في Cl2 في Br2 في كذا، خلاص ايه اللي بيحصل؟ هو بيدوب فعلا وبيتم التفاعل وبينتج لي FeCl2 FeBr2 FeFe2 وهكذا. بس نخلي بالنا من حاجتين، اولا في التفاعل ده انا مش هينتج لي الانهيدرس هالايت، لا ده هينتج لي الهيدريتد هالايت. نخلي بالنا من الحته دي واحنا اتكلمنا فيها قبل كده. انا بعمل التفاعل بتاعي في سوليوشن، يعني انا بدوب ايرون في الهالوجين معناه ان انا عندي سوليوشن، يعني في نسبه ميه موجوده، بالتالي بيتكون معايا الهايدريتد هالايد. بس انه هالايد ما انا عندي كذا حاله تاكسد الحديد، يعني هل هيكون مثلا حاله تاكسد الداي هالايد ولا تراي هالايد ولا اكتر؟ في الحقيقه في الوضع ده بس اخلي بالي ان التفاعل لازم يتم في فاكيوم. فاكيوم يعني ايه؟ يعني absence of air، يعني لازم يكون التفاعل بعمله واتاكد ان الوسط التفاعل تماما ما فيهوش هواء خالص. ليه؟ لان انا لسه قايله فوق انه البلس 2 اوكسجين ستيت از ايزلي اوكسيدايزد، بمعنى لو انا عايز اصلا احصل على الداي هالايد من الحديد، يعني مثلا انا عايز احصل او عايز احضر يعني اف اي سي ال 2 مثلا، لازم التفاعل بتاعي اجباري لازم اعمله في فاكيوم، لازم اتاكد ان الميديم بتاعي في ابسنس اوف اير، يعني خالي تمام من الهواء، لان وجود هواء لو بنسبه صغيره اكيد هيأكسد الحديد. فبدل ما انا احصل على الاف اي سي ال 2 هتلاقيني اجباري بحصل على الاف اي سي ال 3. يبقى اذا نخلي بالنا في كل تفاعلات الايرن وكل تفاعلات الايرن جروب سواء ايرن او روثينيوم او اوزميوم، لازم التفاعل بتاعي لو انا عايزه احصل على الداي هالايد، يعني الاكسجين سيت بتاعي تبقى بلس 2، لازم التفاعل يتم في وسط يكون خالي تماما من الهواء. عشان كده ساعات بسميه فاكيوم. ليه؟ بيكوز بلس 2 اوكسجين ستيت از ايزلي اوكسيدايز تو بلس 3. طيب عملت فعلا التفاعل
والتفاعل الوسط بتاعي كان خالي من الهواء، مفيش هواء خالص عشان امنع التأكسد، ساعتها انا هحصل على الديهالايد، بس للاسف هي برضه هيكون معايا الهايدريتد، يعني لازم يكون مع الهالايد هيكون معايا عدد معين من جزيئات الميه. طب لو انا عايز احصل على انهيدروس هالايد، عايز احضر انهيدروس هالايد ما يبقاش فيه خالص جزيئات ميه، يبقى ساعتها انا هعمل التفاعل بطريقه تانية، ان بدل ما افاعل الميتال مع الهالوجين اسيد نفسه، لا ده انا هحضره او افعله مع الهيدروجين هالايد، يعني مثلا افعله مع اتش اف او اتش سي ال او اتش بار وهكذا. طيب لازم برضو التفاعل ده يكون ابسنس اوف اير، يعني يكون في فاكيوم، لان برضو وجود الهواء لو بنسبه حتى صغيره للاسف مش هقدر احصل على الداي هالايد. يبقى التفاعل ده بيتم ان فاكيوم ابسنس اوف اير عشان اطمن ان انا حصلت على انهيدروس داي هالايد. الهالايت بتاعتي اللي هي التراي هالايت بقى اللي انا عاوز اوصل لها، لو انا عايز اوصل لها يعني مثلا اف اي سي ال سي، اف اي بي ار 3، اف اي اف 3، احضرها ازاي؟ بحضرها بنفس التفاعل اللي احنا اتكلمنا عنه، يعني باخد الخطوه اللي احنا لسه متكلمين عليها دي، اني بدوب الميتال مع الهالوجين اسيد، بس ساعتها الفرق الوحيد ان انا بقى مش هعمله في فاكيوم، لا هعمله عادي بقى في اير، لان انا اصلا ما يهمنيش ان انا احافظ على انه الاير ما اتاكسدش، بالعكس انا يهمني انه يتاكسد عشان انا عايز احصل على التراي هالايد. يبقى الفرق ما بين الخطوه دي ان انا عشان نفس الخطوه بكررها، لو انا عايز احصل على الداي هالايد يبقى انا ساعتها بعمل التفاعل ان فاكيوم، لو انا مش عايز احصل على الداي هالايد وعايز التراي هالايد يبقى انا بعملها عادي في ميديم عادي اوبن اير، ما يهمنيش لان انا طبيعي اصلا انا عايز احصل على تراي هالايد. الملاحظة المهمة قوي، انا قلت لو انا عايز احضر FE F3 FE CL3 FE BR3، التلاتة تراي هالايد دول بس اللي ممكن احصل عليهم بان انا بسخن الميتال مع الهالوجين زي ما قلت في وسط عادي يكون فيه هواء. طب ليه ما جبت السيرة FE I3؟ هل ده ما ينفعش احضره؟ قال لي للاسف فعلا ما اقدرش احضره. ليه بقى؟ لان ساعتها الاف اي بلس 3 هيأكسد الاي، هيأكسد الايودايد ايون، هيأكسد الايودايد ايون، بمعنى اصح طالما اكسده معناه ان مش هيخليه ابدا في صوره الايودايد، هيحوله الى الاليمنتس اي 2، يعني مش هقدر احصل ابدا على الاف اي اي 3. طب تعال نقرا كده الكلام ده، ايه الاسباب او ايه السبب المنطقي ان لما تسال سؤال ليه او جيف ريجن الاف اي اي 3 cannot be obtained او cannot be prepared، هقول ايه ساعتها؟ هقول انه طبعا انا عندي الايودايد نفسه كحجم هو اكبر بكتير من الاف اي بلس 3، يبقى السايز بتاعت الايون النيجاتيف ايون، ودي قاعده اتفقنا عليها قبل كده، دايما النيجاتيف ايون السايز بتاعه بيبقى اكبر بكثير من البوزيتيف ايون، فاكيد منطقي ان الاي ماينس كنيجاتيف ايون اكيد هو السايز بتاعه اكبر بكثير من الاف اي بلس 3، بالتالي هو اسهل له، طالما ان هو اكبر اكيد قدرته ان هو يفقد الكترون هتبقى اعلى، فطالما بيفقد الكترون معناه بيحصل له اوكسيديشن، لان الاوكسيديشن هي اللوزنج اوف الكترونز، فطالما فقد الكترون معنى كده انه هيبقى حصل له عمليه اوكسيديشن، فبالتالي هو هيعمل، طالما هو حصل له اوكسيديشن هو هيعمل ريديوسنج للاف اي بلس 3، هيحولها لاف اي بلس 2، يبقى ساعتها لو انا بعمل نفس خطوه التفاعل وفجأة في الاخر ان انا ما عنديش خالص اف اي اي 3، انا عندي اف اي اي 2، والسبب في كده ان الاي عمل ريدكشن للحديد حوله من حاله تاكسد بلس 3 الى بلس 2. بنفس الطريقه لو انا عايز احصل على مثلا انهيدروس روثينيوم ترايكلورايد، فانا بفاعل روثينيوم مع الهالوجين يعني بالتسخين بيديني الكلورايد، وكذلك الاوزميوم نفس التفاعل. دلوقتي هنتكلم عن الاوكسايد والهيدريتد اوكسايد. الحديد عنده ثلاثة اوكسايد غايه الاهميه لانهم داخلين في تطبيقات كتيره جدا. الثلاث اكاسيد المعروفين للحديد اللي هو الايرون 10 اوكسايد اف اي او، ايرون 3 اوكسايد اللي ساعات بيسموه هيماتايت اف اي 2 او 3، وعندي الماجنتايت اللي هو الاف اي 3 او 4، وطبعا الماجنتايت ده خليط ما بين 2 اوكسايد ما بين الاف اي او والاف اي 2 او 3. دول الثلاثه الاوكسايد المعروفين جدا للحديد وفي غايه الاهميه. طب لو انا عايز ادرس اول اوكسايد اشوف بيتحضر ازاي، لو انا عايز احضر ايرون 2 اوكسايد اللي هو الاف اي او هحضره ازاي؟ طريقه تحضيره، ونخلي بالنا دايما لازم احط كلمه فاكيوم، ودلوقتي احنا عرفنا فاكيوم ليه؟ لانه طبعا الايرون 2 بيبقى سهل قوي ان هو يتاكسد الايرون 3، فلو انا عايز احضر ايرون 2 واحافظ عليه
لازم اي تفاعل اعمله له يكون فيه فاكيوم. نخلي بالنا قوي من الكلمه دي. فاحضر الايرون 2 اوكسيد ازاي؟ انا ببدا بالايرون اوكزاليت وبعدين بعمل لها تسخين، بيطلع لي او بينتج لي الايرون اوكسيد وكربون دايوكسيد وكربون. طبعا احنا اتفقنا ان يهمني قوي في التفاعلات هو الاليمنت او الكومباوند اللي انا التارجت بتاعي ان انا احصل عليه. يبقى اذا عشان احصل او احضر ايرون 2 اوكسيد ببدا التفاعل ب الايرون اوكساليت مع التسخين بينتج لي الايرون 2 اوكسيد لو التفاعل تم في فاكيوم. الايرون 2 اوكسيد من اهم الخواص بتاعته ان هو بيدوب في الاسيدز. طيب لو انا عايز احضر دلوقتي الايرون 3 اوكسيد اللي هو معروف باسم الهيماتايت، احضره ازاي؟ ببدا التفاعل ان انا باخد الايرون 3 كلورايد اللي هو ال FeCl3، بس طبعا هو هيدريتد. لو انا خدته عملت له هيدروليسيز يعني فعلته مع الميه هيديني الهيدريتد برضو بس ايرون 3 اوكسيد Fe2O3. اللي انا عايز اقوله ممكن مش مكتوب هنا ان انا ممكن حتى لما احصل على الايرون 2 اوكسيد مجرد ما اعمل له تسخين اكيد بيحصل له اوكسيديشن بسهوله جدا لان مش هعمله فاكيوم، فيتحول لايرون 3 اوكسيد ومش هيبقى هيدريتد. يبقى نخلي بالنا من الحته دي، والنوت دي يا ريت كل حد بيسمعني يكتبها لان مهمه قوي. من ايرون 2 اوكسيد اقدر اوصل لايرون 3 اوكسيد ان انا بعمل له تسخين عند درجات حرارة مرتفعة، فبيتأكسد الحديد الثنائي يتحول إلى حديد ثلاثي وبالتالي أحصل على الـ Fe2O3. لكن كطريقة تانية للتحضير إن لو أنا عندي الهالايد أو الكلورايد الهيدريتد مجرد بعمل له هيدروليسيس يعني بفعله في مية بيديني الأوكسيد Fe2O3. هل بقى في طريقة إن أنا أحصل بيها على الماجنيتايت اللي هو الـ Fe3O4؟ طبعًا. إزاي؟ لو أنا خدت الأيرون 3 أوكسيد ده اللي هو حتى فيه مية وسخنته عند درجات حرارة 1400 درجة مئوية مباشرة بينتج لي الـ Fe3O4 اللي هو الماجنيتايت واللي هو ميكسشر من الـ FeO والـ Fe2O3. آخر حاجة هنتكلم عليها في الأيرون جروب هي الكومبلكسز، يعني إمكانية الإيليمنت اللي إحنا بندرسها دي إنها تكون كومبلكس. والكومبلكس قلناه قبل كده إن هو عبارة عن عندي إيليمنت أتوم أو سنترال أتوم عندها إمكانية تكون عدد كبير من الروابط حواليها مع ليجند أو مع جروبس. يعني ممكن ما تكونش الرابطتين والثلاث روابط اللي احنا معتادين، لا تكون 4 5 6 7 8 روابط كمان. هل الأيرون جروب الإليمنت اللي موجودين هنا عندهم إمكانية إن تكون الكومبلكس؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. أول حاجة هندرسها اللي هو طبعا هنتكلم عن أهم أوكسجين ستيت الحديد اللي هي الـ Fe بلس 2 والـ Fe بلس 3. الـ Fe بلس 2 اللي هو الفيروس أيون بيكون عدد كبير جدا من الكومبلكسز. على سبيل المثال مثلا الكومبلكس المكتوب قدامنا ده اللي هو بوتاسيوم هيكسا سيانو فريت 2، بوتاسيوم هيكسا سيانو فريت. طبعا بتكلم بحط 2 دي معناها ان الاكسجين ستيت الحديد في المركب ده كان ثنائي. لكن طبعا اهم كومباوند في الحديد وفي حاله تاكسد بلس 2 هو اكيد الهيموجلوبين، وهو الهيموجلوبين اللي موجود في أجسامنا كلنا في أجسام جميع الكائنات الحية. الهيموجلوبين هو عبارة عن كومبلكس بداخله الحديد بحالة تأكسد بلس 2. الـ Fe بلس 2 بيكون كومبلكس والكوردينيشن نمبر بتاعها 6 أوكتاهيدرال. يعني إيه 6؟ يعني ممكن الحديد بيكون عدد روابط حواليه 6 مع جروبس مختلفة. زي إيه مثلا؟ زي ما أقول مثلا Fe OH by H2O by 6. Fe H2O by 6 معناها ايه الكومبلكس ده؟ معناها ان عندي الحديد كسنترال اتوم مكون 6 روابط مع جزيئات المي. ده كومبلكس اوكتاهيدرال. ليه؟ لانه عدد الكوردينيشن نمبر او عدد الروابط اللي حوالين الحديد بتبقى 6، فساعتها انا بقول عليه ان هو اوكتاهيدرال. في موضوع الكومبلكس هنبتدي نسمع حاجه بالذات في الحديد وفي الالمنت كتيره مش في الحديد بس. في حاجة اسمها هاي سبين وفي حاجة اسمها لو سبين. يعني ايه هاي سبين ويعني ايه لو سبين؟ تعالوا كده نشرحها على الرسمة بس بعد ما ناخد كمان الـ Fe بلس 3 ونبتدي نشرح يعني ايه بكون كومبلكس بقول عليه ان هو هاي سبين ويعني ايه لو سبين وايه حتة ان عندي ويك ليجند وسترونج ليجند. بالمناسبة بس عشان ما نتلخبطش، عشان في ناس اول ما تسمع الكلمة وما تفهمهاش مخها بيقف. هاي سبين عشان اقول الكومبلكس اللي اتكون معاه ده هاي سبين معناه انه عدد كبير من الامبيرد الكترون. بعد الاليمنت بتاعي لما بيكون الكومبلكس ببص بقى
على التوزيع الالكتروني للاليمنت في المركب ده او في الكومبلكس ده، لو لقيت ان عنده عدد كبير من الانبيرد الكترون بسميه هاي سبين. لقيت ان لا بالعكس ده عنده العدد الانبيرد الالكترون قليله، بقول عليه ان هو له سبين. هندخل بالتفصيل في الرسمه اللي جايه، بس تعالوا نشوف كمان الاف اي بلس 3 هل يقدر يكون كومبلكس ولا لا. الاف اي بلس 3 اكيد عنده الكترون كونفيجريشن دي 5، اكيد برضو بيكون الكومبلكس، لكن الكومبلكس مع الويك فيلد. يعني ايه ويك فيلد؟ يعني الليجند او الجروب اللي بيكون معاه رابطه بتبقى ليجند ضعيفه، ليجند مش قويه. لو الليجند دي مش قويه ويك، ساعتها بحصل على الهاي سبين، يعني بحصل ان بلاقي ان كل 5 الكترون في الدي دول كلهم امبيرد. ده في حاله ايه؟ في حاله انه ويك ليجند. زي ايه مثلا ويك ليجند؟ زي ما اقول مثلا عندي الميه، ده يعتبر ويك ليجند. لكن لما اقول ان عندي سي ان، يعني معنى اصح ان انا عندي الحديد اف اي بلس 3 مكون كومبلكس مع مجموعه سي ان، السي ان دي تعتبر سترونج ليجند. فساعتها طالما ان هي سترونج ليجند، يعني بتعمل الالكترونات كلها بيحصل لها بيرنج، فبحصل على السبين بتاعي بيبقى ايه؟ قليل، لو سبين. طب تعالوا نشوف الكلام بقى الغريب الصعب ده بتاعت الهاي سبين واللو سبين والويك ليجند والسترونج ليجند على الرسمه اللي هنتكلم عليها دلوقتي ونشرح عليها التفاصيل دي كلها. انا عارف ان الدي سب ليفل عباره عن 5 اوربيتالز. انا بتكلم دلوقتي مثلا بشرح مثال ان انا عندي الاف اي بلس 2. الاف اي بلس 2 معناها انه عنده في الدي اوربيتال او في الدي سب ليفل 6 الكترونات متوزعين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بوزع طبعا الاول امبيرت يعني 1 1 1 وبعد كده بعمل له بيرنج في الاخر، فادي التوزيع الالكتروني للفايف اوربيتالز للدي سب ليفل. لما بيجي الاف اي بلس 2 ان هو هيكون كومبلكس، يعني في جروبس بتقرب منه عشان تكون مع رابط، ساعتها هيحصل انه بيبقى بسمي انه حصل سبليتنج، حصل انقسام في الدي. دايما الدي بيتقسم مجموعتين، مجموعه فيها 3 اوربيتال مع بعض ومجموعه فيها 2 اوربيتالز مع بعض. المجموعه اللي فيها 3 اوربيتال مع بعض بديهم دايما اسم كده تي 2 جي، رمز تي 2 جي. الاثنين اوربيتال اللي مع بعض بديهم رمز كده اي جي. شايفين المسافه هنا والمسافه هنا؟ ليه هنا صغيره وهنا كبيره؟ قال لك ما هو معتمد على هو مين الجروبس اللي هتكون روابط مع الحديد. هل الجروب دي او الليجند دي قويه ولا ضعيفه؟ طب انا قلت مثلا هكون كومبلكس اللي هو عباره عن اف اي اتش 2 او باي 6، يعني في 6 جزيئات ميه هتكون 6 روابط مع الحديد. طيب هل الميه دي رابطه، سوري، ليجند قويه؟ لا، ليجند ضعيفه. يعني ايه ليجند ضعيفه؟ يعني ما عندهاش قدره انها تكون روابط قويه مع الحديد، لان الاكسجين هنا الكترونيكتيفيتي بتاعته عاليه. طب ده هترتب عليه ايه؟ ان المسافه اللي بين المجموعتين دول هتبقى قليله. الليجند لما تكون قويه ما تقدرش تبعد المجموعتين التي 2 جي والاي جي بعيد عن بعض، مسافه صغيره. طب ولما هي مسافه صغيره هقول وزع لي بقى 6 الكترونات بتوعك، بتوع الحق وزعهم لي بعد ما انا قسمت لك كده الدي سب ليفل. فلما اوزعهم هنا هنا اهو هبتدي احط واحد 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 وارجع اعمل بيرنج تاني. يبقى انا ساعتها عندي كام الكترون امبيرت؟ نعد كده 1 2 3 4. طب ما في ناس تقول ايه؟ طب ما ايه الجديد؟ طب ما انا وزعتهم كده، ايه الاختلاف؟ فاقول لك لا، بص بقى على الحاله الثانيه عشان تفهم ايه الاختلاف. هو نفس الحديد اف اي بلس 2 بال 6 الكترونز بتوعه، بس المره دي الحديد بيكون كومبلكس مع ليجند قويه السي ان. السي ان عندها امكانيه انها تدي الكترونات بسهوله شويه للحديد، وبالتالي هتكون روابط قويه. فطالما هي بقى الليجند بسميها الليجند قويه، ساعتها بتخلي المجموعتين بتوع الدي بتاعت الاوربيتال دول بيبعدوا مسافه كبيره بتفرقهم. عشان نتخيلها، تخيل مثلا ان احنا 5 اصدقاء واقفين مع بعض في صف، وحد جاي يجري علينا جامد، خلاص، بس الحد ده حد ضعيف، حد وزنه خفيف كده، فايه اللي بيحصل؟ انه مش هيقدر يبعدنا قوي عن بعض. هتلاقينا كده المجموعتين اتقسمنا 3 في حته و2 في حته، بس المسافه بيننا قليله. لكن تخيل الوضع ان احنا نفس الخمس اصدقاء اللي هم في صف واحد، واللي جاي يجري علينا ده حد قوي ما شاء الله وزنه كبير، ايه اللي بيحصل؟ انه مجرد ما يجري علينا بقوه احنا هنفترق عن بعض ونبقى عن بعض نبعد مسافه كبيره جدا. هو نفس الحكايه، انه لو عندي لجن ضعيفه المسافه تبقى قليله، لو عندي لجن قويه المسافه هتبقى كبيره.
طيب ولما المسافة كبيرة هيحصل ايه؟ لما اجي اوزع 6 الكترونات هنا اهو، هيبتدي اوزعهم كلهم مع بعض، لان ما عنديش الطاقة الكافية ان الكترون يطلع في الاوربيتال البعيد القوي اللي طاقته عالية دي، فساعتها هيحصل بيرنج للسكس الكترونز. لما اجي ساعتها هعد كام عندي امبير الكترون، للاسف ولا واحد. لما يكون عندي الكترونات امبرد كتيرة بسميه عندي هاي سبين وهنا لو سبين. يبقى اذا لما تكون الليجند ضعيفه بحصل على الهاي سبين كومبلكس، لما تكون الليجند قويه بحصل على اللو سبين كومبلكس. طبعا هنا الرسمه الثانيه في شكل ابسط شويه عن الرسمه الاولى، لكن هي نفس الشرح بتاعي. اف اي بلس 3 ايون بيشو تندنسي ان هو يكون او عنده امكانيه وميل اكتر وقابليه اكتر ان هو يكون كومبلكس مع ليجند فيها اكسجين. يعني انا لو حاطه مثلا الحديد بلس 3 وعنده الامكانيه ان هو يكون كومبلكس مع مركب فيه اكسجين او مع مركب فيه نيتروجين، هتلاقيه بسهوله بيجري على الاكسجين ويكون معاه الكومبلكس. ده معروفه ان الاف اي بلس 3 عنده تندنسي اكتر ان هو يكون كومبلكس مع ليجند بتحتوي على الاكسجين اكتر من النيتروجين. فعشان كده هنلاقي مثلا الحديد 3 مكون كومبلكس مع الامونيا NH3، بس الكومبلكس ان ستيبل، مجرد ما يبقى فيه اي كميه ووتر حتى لو صغيره يتكسر الكومبلكس. يبقى لما انا احط هنا سؤال واقول انه جيف ريزون انه الكومبلكس اف اي ان اتش 3 باي 6، الكومبلكس ده اللي فيه الاكسجين ستيب بتاعتي بلس 3 للحديد ان ستيبل او بيحصل له هيدروليسيس في الووتر بسهوله. ليه؟ عشان اقول انه الاف اي بلس 3 كايون هاز ا جريت تندنسي تو فورم كومبلكسز ويز ليجند كونتيننج اكسجين مور ذان ليجند كونتيننج نيتروجين. الموست كومن كومبلكس، يعني اكتر كومبلكس معروف يعني للحديد البلس 3، بتبقى مع الميه الاف اي اتش 2 او باي 6 والاكسجين ستيت بتاعتي بلس 3 عشان الحديد هنا بلس 3. الكومبلكس ده لما بيتكون بيبقى اللون بتاعه بيل بيربل، يعني لون نفس اللون اللي حاطه لكم بالكتابه دي، لون بنفسجي فاتح كده. المركب ده او الكومبلكس ده على حسب البي اتش بتاعته هشوف بيحصل له ايه. يعني ايه؟ يعني لو انا حطيت انه حصلت له مثلا هيدروليسيس، يعني حطيته دوبته في ميه فحصل له هيدروليسيس، يعني هيتكسر المركب بتاعي. لو البي اتش بتاعت الوسط 2 او 3، يعني البي اتش بتاعتي قليله، هيحصل هيدروليسيس صحيح اه، وهيديني المركب ده Fe H2O by 5OH. امال لو البي اتش عاليه شويه، يعني وصلت لاربعه او لخمسه، بيتكون حاجه اسمها الهيدروكسو سبيشيز. الهيدروكسو سبيشيز دي بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها بقى تبقى دايمر، يعني تبتدي مجموعتين او مركبين من دول يكونوا بينهم روابط ويكون حاجه زي البوليمرايزيشن كده. بوليمر معناها انه عندي مركب عنده وزن جزيئي كبير. يبقى اذا لو انا عندي البي اتش بتاعتي قليله بتحصل بيتكون مونومر، لو انا عندي البي اتش كبيره شويه 4 و5 بيتكون دايمر، لانه كل وحدتين من دول بتكون بينهم رابطه. الحاله التاكسد بتاعتي اللي هي بلس 4 بتبقى ان ستيبل، والبلس 6 سوري الحاله التاكسد عفوا، بالنسبه لحاله التاكسد الخماسيه بلس 5 او بلس 6 بلس 5 بتبقى حاله التاكسد بتاعتي ان ستيبل لكل مركبات فيها الحديد بحاله تاكسد بلس 5. بالنسبه لحاله تاكسد بلس 6 يمكن مركبات نادره جدا، وهنلاقي ان عنده حاجه اسمها الفريت اللي هي الاف اي او 4-2، يمكن ده الحاجه المعروفه، بتبقى ستيبل فقط في الالكالاين سوليوشن. يعني هي برضو اقدر اقول عليها انها ان ستيبل، لكن لو الكالاين سوليوشن الى حد ما تبقى فيه بعض الاستابيليتي. طيب الاف اي او 4-2 اللي احنا لسه قايلين عليها دي بيتحضر ازاي؟ أنا بحضرها إن أنا باخد الـ Fe بلس 3 بفعله مع الصوديوم أوكسو كلورايد NaOCl، وساعتها أنا بحصل على الكومبلكس اللي فيه الحديد بحالة تأكسد بلس 6. بنفس الطريقة أنا عندي الروثينيوم والأوزميوم برضو بيكونوا عدد كبير من الكومبلكس، لكن طبعا أكيد مش بنفس الكومون أو مش بنفس الأبلكيشنز أو مش بنفس الأهمية بتاعت الحديد. بكده هنكون خلصنا الأيرون جروب. أتمنى تكون واضحة، واتمنى اي حد بيشوفني ما يكونش اشترك في القناه يشترك، واي حاجه مش واضحه بالنسبه له يسالني في الكومنتس وانا هرد عليه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.